خلينا نروح لاخبار المحافظات. في محافظه الشرقيه بيتم احلال وتغطيه مصرف بلبيس العمومي بتكلفه بلغت 100 مليون جنيه، اما في القليوبيه فقد تم فتح باب التقديم في المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء وذلك في جامعه بنها. كمان في البحيره تم انطلاق النشاط الصيفي داخل 1600 مسجد بمدن وقرى المحافظه، وفي المنيا ارتفع توريد القمح الى 411 الف طن منذ بدايه الموسم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية بتشهد المحافظة أعمال الإحلال والتجديد والتغطية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفة بلغت 100 مليون جنيه. يقام المشروع تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري تماشياً مع خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع المدينة. في القليوبية أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللي بتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة، وده في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. في البحيرة شهدت مساجد المحافظة انطلاق فعاليات موسم النشاط الصيفي للأطفال اللي بتنظمه وزارة الأوقاف تحت شعار حق الطفل بمشاركة نحو 1600 مسجد بقرى ومدن المحافظة. بتأتي هذه الفعاليات بهدف تناول القضايا برؤى مستنيرة ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية المتكاملة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وبيستمر برنامج النشاط الصيفي حتى منتصف سبتمبر المقبل. في الإسماعيلية شهدت المحافظة إقامة حفل توزيع أجهزة لعشر عرائس من أبناء المحافظة تحت عنوان يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ضمن أنشطة مؤسسة حياة كريمة. في المنيا أعلنت المحافظة إن الشوان والصوامع استقبلت 411 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وده من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد. في مطروح أعلنت مديرية الصحة أنه بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك تم رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والانعقاد الدائم والمستمر لغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية بديوان المديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، واستقبلت مستشفيات القطاع العلاجي بمحافظة مطروح خلال أيام العيد عدد 10519 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ.